قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. عشان الحكومة ذاتها كلها أساس وكلها حركة تفتقد الدماء لهذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة. مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرينا في نفس الشيء القديم يعني. إذا يا أخي خلاص أنتوا أدوا الشباب دي الفرصة. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف عدد من الشباب والناشطين في منظمات المجتمع المدني عشان ما نسمع رأيهم حول دور المجتمع الدولي والإقليمي في الشأن السوداني عقب قرارات 25 أكتوبر الإنقلابية وما تلاها من اتفاق حمدوك البرهان، حيث أظهر المجتمع الدولي دعمه للثورة ووقوفه مع الشارع قبل 25 أكتوبر، والآن أيد اتفاق حمدوك البرهان الذي يرفضه الشارع ويراه إنه بني على القرارات الإنقلابية. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا الأستاذ الضوء عبدالله المنسق العام للمنصة السودانية لمناصرة قضايا الشباب. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلامك شنو؟ في البدء نترحم على شهداء الثورات السودانية على مر التاريخ، وتحديدا شهداء ثورة ديسمبر، وتحديدا الشهداء الذين سقطوا في ما بعد 25 أكتوبر وما زالوا يتسقطون. نأمل إنه ربنا تقبلهم وعاجل الشفاء للجرحى، وأيضا عودة آمنة للمفقودين، ما زال لدينا أمل كبير في عودتهم. فيما يلي سؤالك بخصوص دور المجتمع الدولي، الثورة السودانية اللي قامت هي ثورة عندها أهداف واضحة جدا، الأهداف اللي عندها علاقة بالحرية والسلام والعدالة، والثورة بتهدف لتأسيس دولة جديدة، سودان جديد مبني على قيم الحرية والسلام والعدالة، مبني على قيم التداول السلمي للسلطة، مبني على إدارة الدولة من خلال نظام سياسي تحدد فيها كل الأدوار وفقا للمواثيق والدساتير والقوانين اللي بتنظم أدوار الجهات المختلفة، إذا كان المؤسسات المدنية، المؤسسات العسكرية بتنوع المختلف، حتى القطاع الخاص و المجتمع المدني. فبالتالي الثورة السودانية بتهدف لتأطير هذا المشروع، مشروع الدولة السودانية اللي بتتقاطع مع كل القيم بتاعت الانقلابات وقيم الدكتاتورية وكذا. بالتالي بالنسبة لنا ما حدث في 25 أكتوبر بصريح العبارة هو انقلاب على ما تم التوافق عليه من ضمن الوثيقة الدستورية المنصة على أهداف واضحة جدا بتضي على تحول ديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية، وتبنت على شراكة يعني بين المكون العسكري والمكون المدني. فما حدث في 25 أكتوبر يعتبر أنه استحواذ من المكون العسكري على المشهد الانتقالي، ويعتبر أنه هو إجراءات أحادية بتتنافى مع مبدأ الشراكة، بتتنافى مع طموحات السودانيين في تأسيس دولة ديمقراطية مدنية تكون للمؤسسة العسكرية أدوار واضحة ومتفق عليها بعيداً عن التدخل في الشأن السياسي. فبالتالي وقوف المجتمع الدولي وتأييده لما تم بين البرهان وحمدوك بالنسبة لنا هو قصور عن فهم تطلعات السودانيين. السودانيين يتطلعون وتحديداً الشباب السوداني يتطلع لدولة مدنية فيها أدوار واضحة لكل المؤسسات، ليس فيها احتكار للسلطة من جانب المكون العسكري وكذا. الجانب الثاني، الثورة السودانية بتتكلم عن تأسيس جديد مبني على مؤسسات، مبني على أفكار، مبني على قيم. فبالتالي ادعاء إنه حمدوك هو بيعبر عن الثورة السودانية وبيعبر عن فكرة الدولة المدنية هو برضو تصور قاصر جدا. والدليل على ذلك رغم توقيع الاتفاق في 21 نوفمبر ما زال الشارع يخرج باستمرار في مواكب سلمية رافضة للاتفاق، باعتبار أنه ما تم هو شرعنة للإجراءات التمت في 25 أكتوبر. الجانب الأخير بالنسبة لنا المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، إحنا بنسعى من خلال الثورة السودانية في تأسيس شراكة مبنية على مصالح متبادلة. هناك من يدعمون الإجراءات التمت لمصالح هنا وهناك،
مع المكونات الموجودة، لكن إحنا بنطمح لعلاقات ودية مع كل شعوب العالم مبنية على إرادة السودانيين. إرادة السودانيين بتحفز لتأسيس دولة جديدة. ما تم هو رد عن هذا الطموح، فبالتالي المجتمع الدولي بالنسبة لنا مصلحته في أنه يدعم إرادة السودان، يدعم الحراك السلمي، وبعد ذلك يأسس علاقة بين دولة بتعبر عن إرادتها ويكون في تبادل مصالح مشتركة. فهناك من يدعمون التحول الحالي أو الرد الحصري لمصالح اقتصادية هنا وهناك، هناك ناس بيخافوا برضو من يعني نجاح الثورات في الإقليم اللي احنا موجودين فيه. الثورة السودانية لا تود أن تصدر ثورتها لأي دولة من الدول، أي دولة شعوبها قادرين أن يحددوا مصيره. لكن التدخل في الشأن السوداني لمحاولة فرض مشروع اللي هو عنده علاقة بنموذج محدد للإقليم، أن يكون فيها أنظمة ديكتاتورية، أنظمة محتكرة لكل السلطات الاقتصادية وكذا، هذا الأمر يتنافى مع قيم الثورة السودانية، والشعب السوداني قادر على إفشال هذا المشروع. أستاذ عبدو، يعني هل هذا المسلك للمجتمع الدولي عقب التطورات الأخيرة يمكن أن يؤدي إلى تغيير نظرة الشباب في السودان تجاه المجتمع الدولي والتعاطي معه؟ بالتأكيد الدعم الكبير اللي وجده الاتفاق السياسي بين حمدوك وبرهان بالنسبة لنا هو شرعنا للانقلاب، وبالنسبة لنا إنه هو يعني ضد إرادة السودانيين. الآن المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي متابع الحراك السلمي واللي رافض لكل الخطوات التمت، بالتالي عدم الاستجابة لإرادة السودانيين وعدم التجاوب مع والإصرار على دعم الاتفاق وباعتباره إنه هو يعني عودة للدولة المدنية أو كذا، هو بالنسبة لنا رسالة سلبة من المجتمع الدولي، وبرضه بتنافى مع قيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحتى احترام إرادة الشعوب. بالتالي ده بيأثر حتى مستقبلا إذا الأمر ده استمر بهذا الطريق، أن المجتمع الدولي ما راجع حساباته وما وقف مع الثورة السودانية والثورة السلمية، بالتأكيد ده حيكون عنده مؤشرات مستقبلا تكون ما إيجابية. يعني هل من رسالة أخيرة أستاذ الضوء؟ شكرا جزيلا أستاذ الأمين. وإن كان من هناك رسالة أخيرة للمجتمع الدولي، أفتكر أنه مصلحة المجتمع الدولي في السودان مستقر، سودان ديمقراطي تتحقق فيه قيم السلام والاستقرار، بالتالي ده بيضمن أنه يكون في تبادل للمنافع. السودان بيمتلك موارد مختلفة، العالم حاجة لهذا العمل، بالتالي احنا نريد حتى الاستثمارات والتعاون يكون لمصلحة السودانيين، ما يكون لمصلحة فئات محددة تستحوذ على الثروات ويتم تصديرها بصورة غير وفقا لمصالح ضيقة. احنا دارين ثروات السودانيين يستفيدوا منه السودانيين وفقا لتبادل بين المؤسسات اللي بتعبر عن إرادة السودانيين. شكرا لك أستاذ الضوء عبد الله قردوت، المنسق العام للمنصة السودانية لمناصرة قضايا الشباب. والآن ننتقل إلى الناشطة فاطمة أسامة من الخرطوم ونسمة راية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. أول حاجة أنا شاكر جدا لراديو دبنجا إنه بتيح الفرصة للشباب إنهم يعبروا عن آرائهم، بيفتح لهم منصات هي ما متوفرة لهم بشكل كبير في خلال حراكهم الحافظ. فعايز أبدأ أول شيء بشكل القرارات الانقلابية صدرت في 25 أكتوبر بعد الشراكة اللي كانت موجودة في السودان بين العساكر وبين قوى أعلان الحرية والتغيير. الشعب كان قادر يصبر على فترة انتقالية، عارف أنه نهايتها حتكون انتخابات، مع مرور السودان أصلاً بالعديد من الفترات اللي بيحكم فيها العسكر. فلما جاء الانقلاب ده كان القرارات الانقلابية دي جات وقعد على السودانيين، وصلت لهم الفهم القاعد ومرسخ عندهم من وصاية المؤسسة العسكرية على الشكل العملية السياسية في السودان. دي كان حاجة مرفوضة تماما مننا كشعب سوداني وكشباب على وجه الخصوص، لأنه إحنا بنعاين لبعد ثورة ديسمبر 2018 على إنه إحنا الجيل اللي تحتم علينا مقاطعة الانقلابات ورفضها، وعشان نقدر نزيل الفهم المغلوط الموجود في رؤوس السودانيين عن إنه العساكر هم اللي حيقدروا يصلحوا وضع البلد.
فبعد كان عندنا باور او قوه قويه جدا بدكتور عبد الله حمدوك، وكل السياسيين تم اعتقالهم من مجلس السياده ومجلس الوزراء والنشطاء الاخرين. لكن انا بقدر اسمي انه اتفاق برهان حمدوك هو كان خذلان كبير جدا للشعب السوداني. الشعب السوداني اطلع في مسيرات متواصله القدر يكسر حاجز الخوف بعد الاجراءات الانقلابيه ل 25 اكتوبر، وقدر يواجه آلة القمع اللي طلعت ضده من القوات الأمنية في مواكب متتالية. الشارع كان في شكل بتاع حراك، في انقطاع بتاع إنترنت، في انقطاع بتاع حتى مكالمات هاتفية ما كانت موجودة في السودان. فالشعب ده من غير ما يتفق هو كله كان مجمع على إنه رافض للقرارات الانقلابية دي. في النهاية نحن أصرينا على قرارنا كشباب، وبقينا نتواصل مع بعض بكل الطرق الممكنة وحتى الما ممكنة ذاتها، عشان نقدر نكون في الشارع ونرفض الانقلاب ده، ونقدر نرسخ قدرتنا على انه ما اي فتره انتقاليه تجي بعدها عساكر يجوا ينطلعنا في الحكم ويغوضوا النظام الدستوري. في النهايه دي كانت الحاجه الوحيده اللي احنا بنتمسك بيها، رغم انه كان في سخط عام على الوضع في خلال السنتين اللي فاتوا، الا انه في النهايه ده الوضع احنا ارتضينا بالوضع ده، لانه في النهايه احنا عندنا وثيقه دستوريه هتوصلنا لشكل بتاع انتقال حقيقي، بعدها تجي انتخابات حرة نزيهة يعيش فيها السودانيين باللي بيحلموا بيه. بعد نعم ذلك ممكن نجي على المجتمع الدولي وتقبله للاتفاق السياسي عبد الله حمدوك وبرهان. الاتفاق السياسي ده زي ما قلت قبل شوية انه احنا كنا رافضين للاتفاق ده، هو كان بيعبر عن خذلان كبير لنا. لو الناس شافت في المواكب كانت في مليونية طالعة في اتجاه القصر في نفس يوم توقيع الاتفاق، هي مليونية كانت رافضة بعد توقيع الاتفاق. الناس كانت في الشوارع بتبكي حزنا على الحاضر، لكن ابدا ما رجعت حزينه، لكن ما يئست من ان هي حتواصل مسيرها. واللي بيدلنا على كده على انه بعد يوم 21 نوفمبر بعد توقيع الاتفاق السياسي ما زالت الشوارع تضج بالجماهير بالشباب الرافضين حتى للاتفاق السياسي، لانه حمدوك ما كان مجرد شخص، احنا ما داعمين شخص، احنا بندعم في شكل بتاع حكومة مدنية، في شكل بتاع مؤسسات مدنية. حتى حمدوك لما رجع هو رجع متنازل عن كافة الشروط اللي بيحلم بها الشعب السوداني. احنا حاليا بنتكلم عن لا تفاوض لا مساومة ولا شرعية. حمدوك بقبوله لهذا الاتفاق هو شرعن الانقلاب ووافق عليه، وهو حاليا رئيس وزراء السلطة الانقلابية وليس رئيس وزراء الحكومة الانتقالية. ده في نظرنا احنا كشباب. لما نيجي نعاين للمجتمع الدولي، ترحيب المجتمع الدولي بالشكل بتاع الاتفاق ده هو برضه مرفوض بالنسبة لنا. طبعا احنا كشباب ما بيروح من بالنا انه احنا بنعاين للمجتمع الدولي كهو بيعاين لمصالحه، ودي ما حاجة مرفوضة بالنسبة لنا، احنا فاهمين الحاجة دي ممكن تكون عاملة كيف، لكن في النهاية رفضنا الموجود في الشارع في مليونية 21 ومليونية 25 وثلاثة امبارح مليونية 30 نوفمبر هي مليونيات رافضة للاتفاق السياسي بين عبد الله حمدوك. ويجب على المجتمع الدولي أن يعي جيدا أن إرادة الشعب السوداني عاملة كيف، أن إرادة الشعب السوداني ضد الاتفاق السياسي وضد العساكر وضد الرجوع لمعسكر الانقلابات مرة أخرى. نحن رافضين تماما لشكل الاتفاق السياسي، وندعو المجتمع الدولي أنه يلتفت للشارع السوداني ويعاين لكمية القمع اللي بتمارسه القوات الأمنية وما زالت بتمارسه في المواكب، من استخدام الغاز المسيل للدموع بطريقة مفرطة، من الحالات بتاعة الإغماء اللي بتحصل أثناء المواكب، من الأشخاص اللي بتبتر يديهم من استخدام القنابل الصوتية بتنفجر في يد الزول أول ما يهمش أو أي حاجة يعني، وإصابات عديدة واستخدام للرصاص. دي كل تصرفات مرفوضة مننا. نعم نحن لا نعم تماما بمرامي مثلث الشرق ودول الغرب والمصالح المتقاطعة. في النهاية نحن ما بننفصل عن العالم، نحن جزء من العالم، جزء من الدول الإقليمية وجزء من العالم الدولي ككل. لكن مفروض الدول دي تشوف الشعب السوداني إرادته الحقيقية شنو، لأنه إرادة الشعب لا تهزم ولن تهزم. نحن مواصلين في طريقنا كلجان مقاومة كشباب في السودان على إنه إحنا نصل لقضيتنا الرئيسية، على إنه إحنا نصل لإسقاط المجلس الإنقلابي ولإسقاط القرارات الإنقلابية والرجوع إلى مسيرة ديمقراطية انتقالية تصل بيننا لبر الأمان. طيب أستاذة فاطمة، ما رؤيتكم كشباب تجاه الدول التي ساهمت في خلق هذا الواقع الجديد في السودان؟ طيب نحن رؤيتنا للدول دي إذا إحنا نرى جيدا إن الدول دي بتخدم مصالحها،
لكن ده ما بيتقاطع ابدا مع انه احنا اللي بيجيف معانا في مصلحتنا نحن ما بنباوه. احنا نعم دول هي بتنادي بمصلحتها فقط، هي مرفوضه بالنسبه لنا واحنا لا يمكن نوقف معاها. اذا انا صح لي التعبير باني اضرب امثله باسامي دول يعني، فانا ممكن اقول انه احنا ضد مصر، ضد روسيا، ضد الصين، ضد اي دوله هي مصره على خلق نظام عسكري في السودان ليخدم فقط مصالحها هي، نعم مرفوض بالنسبة لنا. وما غايب علينا تماما الوجود الأجنبي اللي كان في السودان خلال فترة الانقلاب الأولى، والمستشارين للمؤسسة العسكرية ولقائد الجيش ولنائبه، ده كله هو ما غايب علينا، موجود بالنسبة لنا. لكن احنا ما حنرفض المجتمع الدولي، ما حنقول له انت امشي مننا ما عايزينك، في النهاية انت ما قاعد في العالم ده براك، انت نعم جزء من المجتمع الدولي ده، لكن ما يخدم مصالحنا نحن معاه. يعني مصلحتنا احنا حاليا ان احنا نسقط الانقلاب ده. طيب أستاذة فاطمة، هل هذه الخطوة من المجتمع الدولي يمكن أن يثير الشكوك حول مصداقيته في حديثه عن الديمقراطية والوقوف إلى جانبها؟ طيب يا سيدي العزيز، ليس كل ما يقال يفعل. السياسة تعلمنا انه ما يقال، ما انت ما حتجيني تجيب قدامي تقول لي انا داير اجيب لك عساكر، انت لازم تنمق لي الكلام ده بطريقة توصلني انا لأنه أنا أقتنع بالحاجة اللي أنت بتقول فيها. لكن نحن كسودانيين رافضين تماما الشكل بتاع الوقاية حتى من المجتمع الدولي، في النهاية رافضين تماما للوقاية من المجتمع الدولي، ورافضين لشكل الوقاية يعني بالضبط كده المربوط بمصالحها الشخصية. إذا هي الدولة من الغرب، من الدول الغربية، بتجي بتوضح لي إن هي تدعم الديمقراطية وتدعم المسار الانتقال الديمقراطي، وانا اعلم جيدا ما داخل النوايا، انا ده بالنسبه لي الحاجه المفصليه، انا بعين الحاجه الحقيقيه. في النهايه لما احتاج احلل الموقف بعين للمبادئ والقيم وبعين للمصلحه الماديه. المصلحه الماديه دي ما الحقيقه اللي انا بقدر انظر لها عشان اقدر اشوف الغرض الاساسي من الحاجه دي شنو. حتى الدعم الطبيعي ده، الدعم اللي بيجيني من الدول الحاليه هي داعمه شكل الرفض بتاع الشباب وبتاع الشعب السوداني ضد الانقلاب، هي لديها مرام، لكن هي حاليا مصالحها ومصالحي متقاطعه وماشيه في نفس الطريق. لكن انا بعاين للمصلحه، للمبادئ والقيم اللي هي بتضطر تثبت لي، لانه كل الدول اللي هي موقعه على الاتفاقيات وهي بتدعم الحاجات دي بشكل معين، وقانونها ذاته بيلزمها ان هي ما تمشي الحياه دي بتاعت. لكن احنا يجب علينا ان نرى ما يفعل تحت الترابيزه، فهي ما بتصير شكوك بالنسبة لنا كشباب قدر ما بتخلينا نعرف المرمى الأساسي وراء الدعم ده، هل هو حقيقي ولا كاذب ووراءه كثير. طيب تمام، أنا أول رسالة برسلها للشعب السوداني إنه المفروض يكون صامت وصابر وإنه هو حيصل لا محالة. إحنا بدينا الطريق ده والطريق قدامنا طويل وإحنا حنمشيه. وتاني رسالة برسلها للأحزاب السياسية كاملة، وبقول لها إنه فشل كان خلال الفترة الانتقالية مع الحرية والتغيير في داخل وقت الحرية والتغيير، أنا بسميه فشل، هو فشل حقيقي يعني كان في إدارة الحاجة دي، وسمح للمؤسسة العسكرية باختراق الحرية والتغيير وتشظيها بالشكل ده، هو كان جزء من المخطط الانقلابي ده. أنا بدعوهم لأنهم ينضموا للشارع. هم حاليا الشارع ما ماشي ولا الأحزاب السياسية، بل الأحزاب السياسية هي مضطرة تنخرط ورا الشارع، وإلا إنها هي حتعيش في عزلة إلى الأبد. هو مجبر وأخاك لا بطل. طلوع المعتقلين من معتقلاتهم وانضمامهم للشارع هم ما أبطال فقط، هم مجبرين على إنهم يكونوا كده. في النهاية شكل الخارطة السياسية حاليا في السودان تغير وتوجه تجاه لجان المقاومة. نحن ساعين جدا في إنه نحن نكون لجان مقاومة قوية عبر البناء القاعدي، ومن ثم خلق قوة ثورية حية تشمل كل الفاعلين السياسيين في المشهد السياسي الشرفاء من أحزاب سياسية ولجان مقاومة وتجمع النقابات وكل الأجسام المطلبية اللي هي واقفة في الخط الصحيح مع لا شرعية لا تفاوض لا مساومة، حيخلقوا قوة حية مفروض الأحزاب السياسية تنتبه للحاجة دي وما تبتعد منها، وعدم المساومة وعدم التفاوض، والمعرفة جيدا بأنه أي تفاوض مع العساكر هو بيخسرك وبيعيشك في عزلة إلى الأبد. الشارع السوداني اللي يتجاوز تجمع المهنيين ويتجاوز قوي على الحرية والتغيير ويتجاوز حمدوك، هو ما في شيء بيوقف تاني. الشارع ده ماشي في قراره وحيواصل فيه. آخر رسالة، وما كنت بتمنى أوصل رسالة بالشكل ده في يوم من الأيام للأستاذ عبد الله حمدوك، إن هو خذل الشارع وفقد الشارع
كروت قوية جدا كانت في يده، وهو كان الشخصية الوحيدة المجتمع عليها الشعب السوداني كافة، من أحزاب لحركات مطلبية لأجسام نقابية، للشعب السوداني عامة كان متفق على دكتور عبد الله حمدوك، وواثق إنه هو ما حيخذله. في النهاية دكتور عبد الله حمدوك خذل الشعب السوداني، والشعب السوداني زي ما ذكرت قبل شوية قدر يتجاوز تجمع المهنيين السير المسيرات وبداية الثورة في 2018، وقدر يتجاوز قوي على الحرية والتغيير عن طريق بعد التواصل بتاع الحراك الجماهيري، أسقط الانقلاب، أسقطت الحكومة السابقة وحكومة الإنقاذ، وهسه قدر يتجاوز عبد الله حمدوك. إحنا ابتعدنا تماما عن تعظيم الشخصيات، إحنا الآن في مرحلة بنائنا كشعب سوداني، وبناء حقيقتنا وحريتنا ودولتنا المدنية اللي بنحلم بها. ما في شيء حيجيب في طريقنا، احنا حنواصل مسيراتنا. سألتي للمجتمع الدولي انه حق المجتمع الدولي يلتفت جيدا لما يريد الشباب في السودان، لإرادتهم الحقيقية ولأحلامهم اللي هم مواصلين فيها، وما حيجيبوا عنا وما حيحيدوا عنا أبدا. شكرا لك أستاذة فاطمة أسامة على المشاركة في راديو دبنجا. والآن أعزائي المستمعين ننتقل إلى الناشطة علا أسهري. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. طيب، هو زي ما قلت طبعا الشباب عموما رافضين للاتفاق السياسي اللي كان عقد ده، ورافضين رجعة المجلس العسكري للسلطة بعد انقلاب الحدث ده. فهو كان متوقع من مجتمع دولي دور أكبر من كده، وفي البداية هو كان بداية الانقلاب نسدد بما حدث، وكان يعني واقف مع متطلبات الشعب وكده. لكن تفاجأنا بعد الاتفاق السياسي بترحيبه وتأييده بالاتفاق ده، بغض النظر عن انه الشعب لسه رافض ودي ما مطالبه. بعد العملية الانقلابية حصلت دي رجعوا للسلطة تاني، فالكان متوقع منهم كان دور أكثر، يعني فرض عقوبات اقتصادية سياسية، يماسوا برضو الضغوطات. يعني المجتمع الدولي في يده كان مفاتيح ممكن يضغط بها على القوات النظامية أو المجلس العسكري. دي حاجة شوية محيرة ومحبطة، يعني بالذات هو الاتحاد الأوروبي، دول الترويكا، الولايات المتحدة. فترحيب هذا، هل هو بيدعم الديمقراطية؟ هل هو الحاجة دي حتساعدنا إنه إحنا نقدر نعمل تحول ديمقراطي؟ إن الحاجة دي فيها مباركة للمجلس العسكري للانقلاب العمل، وأكثر من إنها هي بتدعم الديمقراطية ومتطلبات الشعب والهدف الأساسي اللي قامت له الثورة. طيب أستاذة علا، لماذا تصرف المجتمع الدولي هكذا؟ هل فقط نظر لمصالحه بغض النظر عن مصالح الشارع السوداني؟ والله هو ما في رأي واضح، لأنه في تساؤلات برضو زي تساؤلاتك دي. لكن المجتمع الدولي طبعا ما منزل نلغي حكاية المصالح، أو إنه في دول بتعاين لمصالحها أو كده، فدي بطبيعة الحال حاجة موجودة يعني. لكن هل إنه أخطأ أو ما أخطأ، هنا بالسؤال يعني. لأنه يعني المجتمع الدولي نسبة الخطأ فيه كبيرة، لكن إنه هو ليه التصرف ده ما تصور واضح، إلا هو المصالح اللي والله يا أخي أعتقد إنه هي الثورة دي قام بها الشعب السوداني وشباب الشعب السوداني، والأضرار والفقر هم اللي تحملوا مسؤوليته من موت وجرحى ومصابين وغيره من الانتهاكات اللي حصلت. فأكيد هم عندهم الرؤية أو الخيار في إنهم الطريق بتاعهم اللي حيختاروه، وإنه المجلس العسكري ما بأدي في الطريق ده ولا حيوصلنا للديمقراطية. وأظن الحاجة دي كانت واضحة بالتجربة، يعني اتفاق تاني احنا هنعيد نفس التجربة تاني هنكررها بصورة أسوأ. نعم، هذين نفس الناس اللي احنا وقعنا معاهم اتفاقية بسنتين. شكرا لجميع الضيوف الشاركونا في حلقة اليوم في برنامج قضايا الشباب، كل من الضوء عبد الله قردوت المنسق العام للمنصة السودانية لمناصرة قضايا الشباب، والناشطة فاطمة أسامة وعلا أسهري. شكرا لكم جميعا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.